وينضم إلينا مراسلين من باريس فاطمة بالعيد، ومن لندن عمر شاكر، ومن غزة محمد أبو ناموس. أبدأ معك فاطمة من باريس، يعني أرقام ربما تشير إلى موجة جديدة من كورونا وبالتالي إجراءات جديدة، هل لك أن تطعين على التفاصيل؟ نعم، في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تنتقل اليوم إلى حالة تأهب قصوى بسبب تفشي المرض كوفيد 19 مع التطور المقلق لهذا الوباء، ستشهد باريس إجراءات تقييدية جديدة ابتداء من يوم غد، وذلك بعد إعلان عمدة باريس ومحافظ شرطة باريس اليوم مجموعة من الإجراءات، منها إغلاق الحانات والمقاهي. أما المطاعم فستظل مفتوحة ولكن ببروتوكولات صحية صارمة، كتسجيل المعلومات حول جميع الزبائن وإبعاد الطاولات والكراسي بمتر واحد عن بعضها البعض، والغلق في 10 مساء. أيضا يمنع تجمع الأشخاص أكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة. المعارض والمؤتمرات والمعارض التجارية وحمامات السباحة ستغلق أيضا. أما الزيارات في دور المسنين فستكون مسموح بها لشخصين كحد أقصى، وستبقى صالات الرياضة مغلقة، والحفلات والتجمعات أيضا ممنوعة. المدير العام لوكالة الصحة الإقليمية لباريس وضواحيها وضح أن المخطط سيكون أن الضغط سيكون قويا في الأيام 15 المقبلة، وأن نسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة ستكون مرتفعة ب 50%، وأن هناك 3500 حالة جديدة مؤكدة كل يوم، مسجلة كل يوم، وهي تزيد بثلاث مرات ونصف من الشهر مقارنة بالشهر الماضي. وصرح أيضا أنه يجب تشجيع استخدام العمل عن بعد في منطقة باريس وضواحيها للحد من انتشار الفيروس. أما مدير الشرطة اليوم فصرح أنه يتم وضع مقياس في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى الموجودة في باريس وضواحيها الداخلية. هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين على الأقل في باريس وفي المقاطعات الثلاثة في الضواحي الداخلية. اتحاد الصناعات الفندقية صرح أيضا اليوم بقلق شديد من هذه الضربة الجديدة لقطاع هو أصلا على حسب قولهم متضرر جراء هذه الأزمة. إذن فاطمة، يعني هي بالفعل حالة من التأهب القصوى في باريس وضواحيها. ابقي معنا فاطمة لنستطلع الأجواء في لندن مع عمر شاكر. عمر، ماذا لديك من تفاصيل؟ ماذا عن الوضع لديك؟ الإحصاءات هنا تعاني من خلل فني ما بين 24 سبتمبر حتى امتد حتى 2 أكتوبر، ولم يتم تسجيل بسبب هذا الخلل الفني 16,000 حالة تقريبا. أضيفت هذه الحالات إلى أعداد وأرقام يومي السبت والأحد الماضيين. السبت سجل قرابة 13,000 إصابة، والأحد ما يقارب 23,000 إصابة، لكن هذه الأرقام الكبيرة كما تبدو أضيفت لها أعداد من الأيام السابقة كما ذكرت بسبب خلل فني. هذا الخلل لا يعني أنه لم يتم الحالات التي أثبتت إصابتها بأنهم مصابون، لكنه لم يستطيعوا هنا السلطات الطبية من متابعة الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بهذه الحالات المصابة. بشكل عام الحكومة تعتقد أن من الممكن أن يكون هناك موجة ثانية، لذلك لجأت إلى فرض إجراءات منذ أكثر من أسبوعين كمنع اللقاء لأكثر من 6 أشخاص، وكذلك غلق المطاعم والحانات عند 10 مساء. رئيس وزراء بوريس جونسون عبر عن أمله في هزيمة الفيروس، لكنه أيضا حذر من أن الأشهر القليلة المقبلة قبيل أعياد الميلاد قد تكون مليئة بالمطبات. قمعنا عمر من غزة محمد أبو ناموس، يعني ماذا لديك من تفاصيل حول الأرقام وبالتالي الإجراءات المتخذة؟ نعم، في قطاع غزة صاحب المنطقة الجغرافية الصغيرة والأكثر كثافة في العالم لا زال هناك تسجيل لإصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث سجل في 24 ساعة الأخيرة 73 إصابة جديدة، فيما كان هناك حالة أو 65 حالة تعافي جديدة إضافة إلى حالة وفاة. وزارة الصحة في القطاع تقول أن هناك تفاوت بشكل يومي في
نسب الإصابة داخل القطاع، وذلك يعود إلى عدم التزام بعض المواطنين بأساليب الوقاية الاحترازية الوقائية لعدم الإصابة بالفيروس داخل قطاع غزة. الأجهزة الأمنية في القطاع خففت من إجراءاتها الوقائية بالذات بين المحافظات، محافظات قطاع غزة كان هناك حواجز تمنع تنقل المواطنين من وإلى المحافظات. منذ صباح هذا اليوم تم إزالة هذه الحواجز بشكل كلي، ولكن هناك رقابة دائمة في الشوارع والميادين العامة على المواطنين سواء داخل المركبات أو المارة بالتزامهم بلبس الكمامة أو الإجراءات الوقائية. وزارة الداخلية قالت بأن هذا الأمر سيبقى مستمر حتى حصر فيروس كورونا. بالأمس وزارة الصحة أنهت حجر أكثر من 600 مواطن من العائدين عبر معبر رفح البري والذين أنهوا مدة الحجر الصحي والتي كانت مدتها أسبوع، فيما سيتم استكمال إنهاء الحجر الصحي للباقين بعد انتهاء فحصهم وأيضا انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم. إذن تباين ما بين الدول، من غزة محمد أبو ناموس، ومن لندن عمر شاكر، ومن باريس فاطمة بالعيد، شكرا جزيلا لكم.